السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة كويكو. كل يوم ان شاء الله غادي نحضروا كعب الغزال، كعب بالغوسات مغربية، راهي تجي شابة بزاف ومدابية تسيوها. دونك نبدو بلا فخص، مقادير تاع لا فخص. عندنا 250 غرام تاع لوز يكون نشفنا، يكون مبسوخ ونطحنوه رقيق، ونديرو نص الكمية تاعه سكر. صافي 250 غرام تاع لوز، 125 غرام تاع سكر، نطحنوهم مع بعض في الروب، نزيدو عليهم مغرف صغيرة تاع كونفيتور اللي عندها المستكة الحرة تاني دير، أنا ماهيش واجدتني اليوم، مغرف صغيرة تاع المستكة الحرة، ونزيدو مغرف كبيرة تاع دهان دايب، ونسيو نعجنو هاد لافخص مليح. بسم الله، نعجنوها مليح حتى نديرو اون باط بيها. نلموها مغرف كبيرة تاع مازهر، نعجنوها مليح. دوك راهي ناشفة شوية، اللي نزيد لها مغرف واحد اخرى تاع مازهر، لافخص تاعنا راهي واجدة، عايزنا ماهيش شارية بزاف. شاولت سيو تعجنوها مليح باش يتلم مليح. قلت لكم لما تلمت لكم زيدوا غير شوية دهن وشوية مازهر، ودروك نسيو نخدمو كي دي سيجار هكا، نوجدوهم باش كي نديرو التشاركة تاعنا نسيبوهم واجدين، نديروهم هكا ونحطوهم في الصين، بعد نسيبو لافخص واجدة غير نورقو لاباط ونفرصوها. لافخص تاعنا انا وجدناها ودروك وجدناها هكا دي سيجار، باش كي نبدو نورقو لاباط جينا ساهلة، غير نحطو لافخص ونفورمو التشارك تاعنا. دروك نبدو في الوصفة تاعنا تاع لاباط. لاباط فيها 250 غرام تاع 250 غرام تاع فارينة، مغرف كبيرة تاع سكر غلاس، 20 غرام تاع دهان يكون طري، مغرف ونص زيت، كاس ماشي معمر تاع مازهر، ونص كاس ماء. دوك نبدو في طريقة التحضير. هنا بسم الله درنا 250 غرام تاع فارينة، صافي نص رطب، مغرف تاع سكر غلاس، خلطوهم مع بعض، نزيدو 20 غرام تاع دهان، ومغرف ونص تاع زيت، مغرف وربع تاع زيت، ونخدمو لاباط غير بشويه، نبسوها مليح، وقرصه تاع ملح راني نسيتها، نخدمو لاباط تاعنا كيما لاباط صابلي، تجي مرمله. ندخلو قاع هذاك الزبده والزيت في الفارينه، ونلموها بالمازهر والماء، الماء والمازهر توجو نقول لكم ديروا غير بشويه، كاين الفارينه اللي تشرب كاين اللي الفارينه ما تشربش. انا عطيتكم هذه المقادير بصح نتوما عندكم هي ميزاكم، كي تشوفوها ولات اون باط صاي تحبسوا. هاي العجينه تاعنا اللي لميتها، ندلكوها غير بشويه هكا، نقطعو لاباط تاعنا ونديروها في الفريجيده واحد الساعه عاد نبداو نخدمو فيها. بعد اللي فاتت ساعه خلينا لاباط تريح، دروك جبدتها نجبدو غير بالطرف الصغير ونورقوه، ونورقوه رقيق حتى الديسان تاع الديسان هذا تاع لاباط يولي يبان لنا، باش تعرفوا بلي لاباط تاعكم. ونديرو الحشو تاعنا كيما هكا، نلفو عليه العجينة، شوية زيت في يدينا نزيرو على العجينة باش نفورمو التشارك تاعنا، ديرو شوية زيت باش لاباط ما توليش تلصق لنا في يدنا، ونبعدو شوية على لافخص ونديرو الخط تاع الجرارة تاعنا.
غير بشويه نبداو نقرصو فيه ويطلع يجي طالع يجي رقيق ويجي طالع. نقعدو نخدمو كيما هكا حتى نكملو كاع الكميه تاعنا، وكي نكملو الكميه تاعنا ندهنو بالدهن ونخلوه ليله كامله يا ربع سوايع حتى يشد لافون تاع حتى يبس، باش من هو يبس باش كون نبداو نتقلقو عليه ندخلو في الفو غادي يتهود لنا كاع، ما يتقعدش هاد لافون تاع طالعه، هو لو شارم تاعه من يجي هكا طالع. نخلو 6 سوايع ولا ربع سوايع حتى يشد لافون تاعو نطلق بالدهن ونديرو في الفو. بعد اللي فاتت 6 سوايع ولا ربع، انا خليتها قريب 5 سوايع. شوفوا الحبه كي يبست راه يبست كاع، نقضبوها نعقموها نيبانك ولا لبره، نتقبو 3 ثقب هكا من تحت 3 خطرات ومن الفوق باش نخرجوا كاع هذاك الهواء اللي يكون الداخل، ونديرو هي طيب على نار هاديه ما نقولهاش النار، وكي يقرب لنا الطياب نخرجوه نطلوه من الفوق بالبانسو بالبلون ديف وشويه سكر غلاس باش يعطينا غير فريونس. وصاي كعب الغزال تاعنا صاي راه واجد، هو يجي سامبل هكا لو شارم تاعه ما يجيش فيه الديكور بزاف، شاولا يجي بنين بزاف. وها هو لو جربوه ما تنسوش ديروا لي جيم وابوني. نعطيكم غير نصيحه بالك ما عاودتش ذكرتها لكم، قبل ما نقلعوه من الفوق نخرجوه ندير له شويه بلون دوف وشويه سيكرو غلاسي ونطلوه ونعاودو نردوه. اللي يبغي يشعل عليه الفوق من الفوق صحة، سينو تخلوه ابيض مام في ابيض يجي بنين بزاف، وتاكلوه بالصحه والهنا. نخوخ الزيرام نخلع نقفوت نخوخ الزيرام.